عدنا معكم ومع مطاردة جديدة. يبدو أن الأصالة تشن هجومها في بيئة مختلفة تماماً. في الواقع تستلقي الأصالة وتغمرها المياه. يقبل القوقز ليشرب، ولكن هل سيلاحظ بفضل نظره الثاقب الحيوان المفترس العملاق في الوقت المحدد؟ ولكن تتطلب عملية الصيد أكثر من انقضاض أخير. ما هي العوامل الخفية التي تؤثر فيما سيحصل في الثواني التالية؟ لنكتشفها سنعود إلى البداية لنرى تفاصيل المطاردة. حسناً، فلنجهز المكان أولاً. عدنا مجدداً إلى أفريقيا، هذه المرة إلى بوتسوانا في دلتا أوكافانغو. إنها منطقة خصبة فيها مزيج من النباتات والمساحات الشاسعة. كما أننا في أواخر الصيف وما زالت درجات الحرارة مرتفعة، وهذا يعني أن المياه ستلعب دوراً مهماً في هذه المطاردة. إذن هذه ساحة منافستنا الشرسة. أي أسلحة وأدوات دفاع سيستعمل هذان الحيوانان في المعركة؟ تتمتع الأصالة بحواس حادة تماماً كالأفعى النفاثة، لكن على عكس تلك الأفعى لا تستعمل السم كسلاح، بل تعتمد على جسمها العضلي العملاق لقتل فريستها. إذن من الواضح أننا نتعامل مع حيوان مفترس مجهز، لكن كيف ستفلت الفريسة من هذا الخطر؟ يبقى القوقز دائماً في حالة تأهب بفضل حاستي السمع والنظر القويتين لديه، كما أن رد فعله العنيف وسرعته الفائقة يجعلانه يفلت بسرعة من المشاكل. إذن سيجد حيواننا المفترس صعوبة كبيرة في الاقتراب من هذه الفريسة، فلنرى ما سيحصل. بقيت الأصالة مستلقية تحت الأرض طوال فصل الصيف الحار الذي تشهده أفريقيا، لذا على الأرجح أن أشهراً مضت من دون أن تأكل، ولكن ليس بالغريب أن تبقى أفعى كل هذه المدة دون أكل، فهي بارعة في حفظ الطاقة. فلنلقي نظرة على طريقة تحركها. تملك الأفاعي طرقاً مختلفة للتحرك، ولتنتقل الأصالة الكبرى تنقبض عضلات جانبها السفلي وتسترخي فتتقدم ببطء كالدودة. إنها طريقة فعالة في التحرك، لا تستهلك الكثير من الطاقة، لكنها بطيئة جداً. لذا لنأمل أن يكون هناك قوقز لذيذ في مكان قريب. حسناً، يبدو أن الأصالة محظوظة، فقطيع من القوقز يجول في الجوار. لكن وإن أرادت الأصالة أن تمسك بقوقز واحد، فما زال أمامها الكثير لتفعله. عليها أن تتفوق على نظر القوقز الثاقب لتقترب أكثر منه وتنقض عليه. كما أن أي عملية انقضاض يجب أن تحصل بسرعة تفوق رد فعل الفريسة وسرعتها. إن القوقز قادر على الإفلات من الحيوانات المفترسة والهرب بعيداً، لكن هذا مختلف بعض الشيء. تجيد هذه القوائم الرشيقة والجميلة العدوى، وهي تفيد القوقز كثيراً لكي يستكشف محيطه، كما تفيده لإرباك حيوان مفترس أو ردعه. إلا أن وظيفة هذه الميزة الأساسية هي إثبات قدرته أمام الحيوان المفترس، وكأنه يقول له: انظر إلي، انظر كم يمكنني القفز عالياً، انظر كم أنا رشيق، لا جدوى أبداً من أن تحاول مطاردتي. حسناً، من الواضح أن للقوقز الرشيق والسريع في السهول والمساحات الشاسعة الأفضلية على الأفعى البطيئة جداً. طالما أنه يرى الأصالة آتية، فلن تشكل خطراً عليه أبداً. إذن تحتاج الأفعى إلى إيجاد طريقة لموازنة الفرص، ويبدو أنها قد وجدت واحدة. تشعر الأصالات الكبرى بالراحة في الماء أكثر مما على اليابسة، لأن الماء يحمل الكثير من وزن جسمها الهائل، كما أنه مكان جيد بالنسبة إليها لتشن هجومها. وصحيح أنها تضطر للصعود إلى السطح لتنشق الهواء، لكن كل ما عليها فعله هو إخراج منخريها فوق الماء وتنشق الهواء مرة، وهذا يكفيها لحوالي 15 دقيقة بلا انقطاع. في الماء أصبح للأصالة الأفضلية، حيث تفقد أدوات القوقز الدفاعية كالسرعة والرشاقة فعاليتها إذا أمسكت به على حين غرة. إذن في الوقت الحالي لم يبقى على الأفعى إلا أن تنتظر طويلاً وبصبر وهدوء حتى تأتي الفرصة المناسبة. يبدو أن علينا أن نسرع الشريط كثيراً لننهي فترة الليل وصولاً إلى اليوم التالي. حسناً، مضى على الأفعى وهي مستلقية في الماء تنتظر أكثر من 24 ساعة. تكثر في الجوار الفرائس المحتملة، ومنها أجل القوقز. لكن مهلاً لحظة، كيف ستتمكن من شل حركة فريستها إن لم يكن لديها سم؟ تتحلى الأفعى بطريقة خاصة ووحشية للإمساك بفريستها وقتلها،
تعرف بالانقباض. تختلف أصلة الصخور الهندية هذه كلياً عن أصلة الصخور الأفريقية، وهذه الأفعى هنا ليست طويلة جداً، لا يتعدى طولها المترين، لكنها عريضة وقوية وعضلية أكثر من الأفعى السامة، وهي تستعمل حجمها كله لتجمع فيه العضلات التي تلجأ إليها لسحق فريستها. تندفع بقوة وتغرز أسنانها المتقوسة في فريستها، وهذا يجعلها ثابتة في مكانها ويحول دون هروبها، لتلتف بعدها بضع مرات حولها وتبدأ عندها بعصرها. يمكنها بهذا الانقباض أن تقتل بطرق مختلفة، تكمن الأولى في سحق عظام الفريسة الصغيرة والقضاء على أعضائها الحيوية، وتتمثل الثانية بمنعها من التنفس وخنقها، أما الثالثة فتقضي بسد عروقها وشرايينها والأهم أعصابها التي تجري حتى القلب، وهذا قد يتسبب لها في نوبة قلبية قوية تقضي بسرعة على الفريسة. فلنكتشف إن كانت الأفعى ستنجح. أمضت الأصلة تقريباً يوماً كاملاً تحاول خلاله أن تتخذ لنفسها موقعاً تنقض منه على فريستها، لكن خطوة خاطئة واحدة في هذه المرحلة تجعل كل هذا العمل الشاق يذهب سداً. ويجب ألا ننسى أن للقوقز حاسة نظر قوية، ولكن يبدو أنه ينتظر أن ينقض عليه حيوان مفترس من الجانبين أو من الخلف لا من الماء. مذهل. دعونا نرى هذا بالحركة البطيئة. تحت الماء تلتف الأصلة على نفسها وتكون مستعدة لشن هجومها، فتنقض بسرعة على القوقز. إذا أمسكت به بواسطة أسنانها الخلفية المسننة يستحيل أن يتمكن هذا الحيوان من الإفلات. عندها تلقي الأصلة بجسمها الضخم على القوقز وتخنقه لتسلب منه الحياة، ما إن يموت حتى تبتلعه الأصلة كاملا، وتطبق فكيها بقوة على جسمه كله وعلى قرونه أيضا. قد يبدو الأمر كمشهد رعب، لكن هذا التكيف الرائع يسمح لها بالتهام ما يفوق حجم رأسها عدة أضعاف، وذلك دفعة واحدة. لن تحتاج الأصل إلى تناول شيء طوال عام تقريباً. إن استعمال الأصلة الصخرية للماء كوسيلة لإخفاء ما تخطط له شكل مفتاح نجاحها في الصيد، ولكن أن تتمكن من ابتلاع القوقز بالكامل كان هذا أبشع ما رأيته في حياتي. تمتع القوقز